سؤال عن مدى نجاعة مدونة السير في الحد من حوادث السير للسيدات والسادة النواب المحترمين عن فريق تجمع الدستوري. سيدة النائبة المحترمة تفضلي. مشكورة. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، لا زالت حوادث السير تحصد العديد من الأرواح على طرقات المملكة بما فيها الطريق السيار، لذا نسألكم السيد الوزير المحترم عن تقييمكم لمدى نجاعة مدونة السير للحد من هذه الحوادث، وشكرا. شكرا. كلمة لكم السيد الوزير. تفضلوا. مشكورين. السيد الرئيس، شكرا السيدة النائبة. وبالفعل يصعب أن أزعم أنني غادي ندير تقييم ديال النجاعة ديال القانون، ولكن من خلال بعض المؤشرات اللي يمكن نتكلموا عليها اليوم، التعديل اللي صدر على المدونة ديال السير ديال 2010 اللي صدر في 2016، هذا كان في واحد التقييم وفيه واحد الإشارة إلى مجموعة من النواقص التي تم تجاوزها. اليوم الاستراتيجية الوطنية تتحدث على أن 90% من الحوادث هي نابعة من السلوك. اليوم عندنا مؤشر ديال الخطورة اللي نقص ب 6 ديال النقط بين 2012 بعد ما صدرت المدونة و 2018، عندنا النسبة ولا المؤشر ديال القتلى اللي نقص ب 2.4 نقطة، بمعنى كان 6 ولا تقريبا 3.4%، بما يعني على أنه هذه المؤشرات التي تتطور إيجابا تعني بالفعل أنه هذه المدونة كان عندها واحد الوقع إيجابي. شكرا. شكرا. تعقيب السيدة النائبة المحترمة عن فريق تجمع الدستوري. شكرا سيد الرئيس. السيد الوزير، على الرغم من هذه التشريعات وهذه التدابير إلا أن الحصيلة لا زالت جد محتشمة. سيد الوزير، 3435 قتيل هي الحصيلة ديال سنة 2018، للأسف الشديد عدد مهول. سيد الوزير، الكل معني بهذا حوادث السير، هناك العنصر البشري، هناك البنية التحتية، هناك الوضعية الميكانيكية للسيارات، هناك نقص في علامة التشوير، كذلك هناك مراكز الفحص التقني، إلا أنه لابد أن الأمر يفرض علينا تقييماً حقيقياً موضوعياً وهادئاً لمدونة السير والتدابير المصاحبة لها. اليوم السيد الوزير، لا تصلنا سوى أيام معدودات عن فاجعتين، فاجعة مولاي بوسلهام وفاجعة أنزة بأكادير. الأمر خطير جدا السيد الوزير، التي راحت ضحية هذه الحادثتين نساء لقمة العيش، طالبات لقمة العيش، تغمدهن الله بواسع رحمته. نخشى السيد الوزير ونحن مقبلون على العطلة الصيفية التي تتميز بارتفاع حركية السير والضغط على الطرقات أن يرتفع عدد ضحايا حرب الطرق. إننا في فريق تجمع. شكرا السيدة النائبة المحترمة. هل من تعقيب إضافي؟ سيد الوزير، تعقيب. شكرا سيد الرئيس. سيدة النائبة المحترمة، التقييم ضروري لأنه غادي يمكننا كاملين باش نوقفوا على النقائص. السلوك البشري عنده 90%، والحادثتين اللي تكلمت عليهم السيدة النائبة، الأولى اللي في النواحي ديال مولاي بوسلهام، واحد اللي هز 38 عوض ما يهز داكشي اللي عنده في لاسيرونس، وما عندوش الرخصة باش يمشي، بمعنى واحد المجموعة ديال اللي مرتبطة بالسلوك. ثم أنه اليوم عندما نتحدث عن الإيجابيات، رحنا كنا قبل 2010 السيدة النائبة المحترمة تنديروا زائد 5% سنويا خلال 10 سنوات، زائد 5% ديال القتلى سنويا، وقفنا هذه الزيادة. شكرا سيد الوزير. السؤال الموالي على ارتفاع حوادث السير خلال فصل الصيف للسيدات والسادة النواب محترمين عن فريق العدالة والتنمية. تفضل السيد النائب. شكرا سيد الرئيس المحترم. السيد الوزير، مر فاتح ماي هذه السنة كئيبا حزينا في مدينة أكادير بسبب حادثة مأساوية أودت في منطقة أنزا بحياة عاملتين وعشرات الجرحى، حيد نعزي عائلة الضحايا. نسجل سيد الوزير أن هناك ارتفاع ديال حوادث السير فترات الصيف بالضبط. نتمنى المجهودات التي تقومون بها، ولكن نسألكم عن تدابير استثنائية والخاصة للحد من حوادث السير في فصل الصيف، وشكرا. شكرا سيد النائب المحترم. وأعطي الكلمة السيد الوزير. تفضلوا. شكرا سيد الرئيس. أنا بدوري أعزي في الوفاة ديال هاد السيدتين، وأيضا في كل الناس اللي تتوفوا في حوادث السير، واللي كما قلت حوالي 90% من
حوادث وللاسف هي ناتجه على السلوك. فتره ديال الصيف تمثلنا واحد 30% بالفعل ديال الحوادث. على داك الشيء حنا دايرين دائما مخطط استعجالي اللي تيبدا في 15/6 الى 15/9 واللي فيه واحد مجموعه ديال الاجراءات اللي مرتبطه اساسا بالمراقبه على جميع الاجهزه الدرك الامن ثم وزاره النقل. عندنا على صعيد التوعيه والتحسيس في تمشيو للمطارات ونمشيو للموانئ ونمشيو للمحطات وتنقوم واحد مجموعه ديال الاجراءات اللي هي تحسيسيه. وكاين الاشكاليه اللي هي مرتبطه ايضا بالخدمات الاستشفائيه اللي تنحاولوا اننا نوفروا كل ما هو مرتبط من بعد الحوادث. وهذه الفتره ديال 3 شهور تنشتغلوا فيها بوتيره اللي تتمثل تقريبا 40% ديال الموارد البشريه اللي تتشتغل خلال السنه، لان الفتره بالفعل الصيف استثنائيه. وما تنساوش على انه تقريبا 25% ديال السيارات تيدخلوا اضافيين في هذه الفتره ديال الصيف نظرا للتنقلات الاضافيه ونظرا للعوده ديال مغاربه العالم. شكرا. شكرا السيد الوزير. تفضلوا للتعقيب السيده النائبه المحترمه. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير المحترم، لا يسعنا الا ان نتمم عالية المجهودات التي تقوم بها الحكومة للحد من النزيف على الطرق عبر تنزيل استراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، والتي كان لها الأثر الواضح في تراجع نسب القتلى والجرحى وذوي العاهات المستزيمة. إلا أن هذا لن يحول دون التأكيد ونحن على أبواب الصيف على الخصوصية التي يحظى بها من كونه فصل صلة الرحيم، فصل السياحة الثقافية، فصل للاستجمام، وما يستدعيه ذلك من ضغط على مضاعف على الطرق ورغبة في اختصار المسافات والوقت، وكذلك للأسف تجاوز بشع للقوانين السير. نؤكد السيد الوزير على ضرورة القيام بتعبئة استثنائية على كل المستويات للحد من هذه الفواجع. أولاً، إطلاق حملة واسعة لصيانة الطرقات ولا سيما النقط السوداء التي تشكل تهديدا مستمرا للمواطنين. وفي هذا السياق نثير انتباهكم ايضا سيد وزير الى ضروره التنسيق مع باقي القطاعات قصد تحسين ظروف تنقل العمال والعاملات الزراعيين على الخصوص لتجنب مزيد من الكوارث. ثالثا، السعي بكل الوسائل. شكرا سيد النائبه المحترمه. هل من تعقيب اضافي؟ نمر إلى السؤال الموالي. سؤال حول تعزيز أسطول النقل البحري بالمحور الرئيسي طنجة المتوسط الجزيرة الخضراء للسيدات والسادة النواب المحترمين عن فريق الأصالة والمعاصرة. تفضل سيد نائب. سيد وزير، ما هي الإجراءات التي سوف تتخذونها لأجل تخفيف الضغط على المحور الرئيسي طنجة المتوسط؟ وشكرا. شكرا. كلمة لكم سيد الوزير. رئيس سيدنا المحترم، بالفعل كاين لجنة اللي هي مشتركة مغربية إسبانية تشتغل على هذه العملية، بالإضافة إلى لجان اللي هي مكلفة بالعملية ديال المرحبا. دائما العملية تتبدا تقريبا في شهر 10 شهر 11 من السنة اللي تتسبق العملية ديال العبور ديال هذا الصيف. ما يمكن أن أقول هو أننا الحمد لله اليوم في إطار ما هو متوفر، غادي تكون هناك على هذا المحور اللي تكلمت عليه 12 باخرة اللي هي متوفرة، غادي تعمل 45 رحلة يوميا، عندها لاكاباسيتي الامكانيه انها تقدم 40,000 مسافر وتقريبا 12,000 سياره، بمعنى مقابل الطلب اللي هو كاين في المتوسط. ونظرا لانه اليوم العيد الكبير ولا فتره الاضحى غادي تجي شويه تدخل في شهر غشت، الاشكالات اللي ربما جزء منها تطرح ثلاث ايام في الحمله في المرحبا ديال 2018 ما غاديش يكونوا هذه السنه ان شاء الله رب العالمين. شكرا سيد الوزير. تفضل سيد النائب. شكرا سيد الوزير. ما كرهناش يردوا لنا واحد الخط سيد الوزير اللي كان في اوائل التسعينات اللي كيربط ما بين المدينه ومارينا سمير، او لا يكون الجزيره او لا يكون مالاغا. المشكل ليس في تعزيز اسطول النقل البحري بالمحور الرئيسي طنجه المتوسط والجزيره الخضراء فقط بل كان في عدم القدره البنيه التحتيه لميناء الجزيره الخضراء لاستيعاب كل السيارات الوارده من المغرب. لهذه الأسباب كانت الباخرة تستغرق أكثر من 7 ساعات عوض 3 ساعات للخروج من ميناء طنجة المتوسط والعودة إليه، وكذا قلة الموارد البشرية والإسكانير، الشيء الذي قلل من عدد الرحلات لكل باخرة. السؤال المطروح سيد الوزير، لماذا هذه المشاكل لا يعرفها الميناء الجزيرة الخضراء عند العودة الجالية جالتنا إلى الوطن الحبيب؟ لأنه بكل بساطة
تتم عملية التنسيق بين السلطات المينائية والحرس المدني عند باحة السراحة من مالاغا حتى الجزيرة الخضراء. فالحرس المدني هناك يجبر المسافرين للولوج للباحة ويتم إخراجهم حسب تمليه الظروف المينائية للجزيرة الخضراء، وهذا ما يجعل السهولة في العبور والركوب البواخر. السيد وزير، يجب إجبار كذلك مسافري الولوج للباحات للاستراحة وإخراجهم حسب ما تمليه الظروف المينائية بطنجة المتوسطة، وهذه العملية تكون بين الدرك والسلطة المينائية. تعال النائب، تعال وقت. هل من تعقيب إضافي؟ كلمة لكم سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس. والسيد النائب كان منصف عندما قال أنه جزء من الإشكالية مرتبطة بالرصيف اللي هو عند الإسبان، لكن في الجزء اللي هو مرتبط بأنه كاين سلاسة في الطريقة ديال التعاطي والتعامل بين مختلف السلطات المتدخلة على الصعيد الإسباني، يمكن نقول لك أنه الإشكال ما مطروحش، لأن في القدوم في الدخول ما تيكونش عندنا هذا المشكل، عندنا المعامل ديال واحد على ثلاثة بين الدخول وبين الخروج، بمعنى إلا جاو حنا عندنا 30,000 تما ما تيجيوش أكثر من 10,000 في دقة واحدة اللي تيجيو، وبالتالي هذا الإشكال ما مطروح. الشيء الآخر اللي تكلمتوا عليه ديال الإجراءات، الحمد لله رحنا قايمين واحد المعالجة الإجراءات، تتقول إلزام، حنا ماذا بينا إلا عملنا جيو تعاونونا أنتوما، لأن البرلمان الا لزمنا يقول لك وكوك عباد الله لا ما تلزموا الناس اللي بغى يخرج وقتاش ما بغى وخليهم يوصلوا حتى لتما. هذه من بين الخطط اللي عندنا، اولا في الليتيكي في التذاكر غادي نحاولوا انه تكون واحد الفتره اللي هي مغلقه، وهذا الشيء ديال التحويل الى الباحات هذا كان معمول به قبل ما يتوسع حتى الطنجة المتوسط، يمكن غادي نرجعوا له هذه المرحله. تا الوقت، نشكركم على حسن المساهمه في هذه